طيب تعالوا نروح للرياضة، ولكن أنا عايزة أروح للرياضة مش عشان أتكلم عن الرياضة، أنا عايزة أتكلم على أطفالنا اللي بيمارسوا الرياضة. عندنا اختبارات كتيرة بنشوفها في الأندية وحضراتكم من الأهالي، وفي الاختبارات دي بيكون طبعا ده موسم الاختبارات، بيبقى في اختبار إنه الولد مثلا أندية الكورة، خليني أخد مثال مع حضراتكم، وبيبقى في ضغط جدا على الطفل، وإنه يلعب وإنه يروح التمرين وإنه يركز على مهاراته. فبقى منتشر جدا لما بيروحوا الاختبارات دي بتشوفوا مشاهد الأطفال وهي بتترفض يعني، أو ما بيتمش قبولهم. طبعا بتشوفوا بقى مشاهد عياط وانهيار وانهيار الاهل وسط ضغوط الاهل، بتتحول الحقيقه، بتلاقي بيبقى صعبان عليك الطفل جدا، بيمارس رياضه ومفروض انه يتفوق فيها، ولكن هو مش مؤهل بكفايه للعبه دي، لكن ضغط الاهل عليه بيخلي الولد كمان لما بيترفض بيحطم نفسيته تماما، وبيخليه خلاص لا عايز يلعب رياضه دي، وفي نفس الوقت حاسس ان هو مرفوض. ودي بقى مشكله كبيره جدا، انك ترفض طفل في السن ده او تحطه تحت هذا الضغط النفسي. يا ترى ممكن تعمل له ايه؟ خليني اخد مداخله وفكرنا ليه في الموضوع ده، علشان كميه الاختبارات في الانديه كتيره جدا، خلينا يبقى عندنا وعي. كل ما الاهالي عندها وعي وكل ما هي شافت، يعني انا لو شايفه ابني او بنتي عنده من المهاره انه يدخل مثلا الاختبارات يعني تاهله للعبه معينه، وخصوصا بالذات الكوره كتير، لو هو مؤهل وانا شايفه انه يقدر على ده تمام، أجهزه بقى نفسيا كمان إزاي عشان لو تم رفضه. ده هيجاوب عليه دكتور أمجد جبر، أستاذ مساعد الطفل النفسي بجامعة الأزهر. دكتور أمجد مساء الخير يا فندم. مساء الورد يا فندم، حضرتك. يعني كلمني يا دكتور عن هذه الحالة النفسية قدام طفل صغير بيتم الضغط عليه عشان يدخل اختبارات معينة ويبين قدراته اللي ممكن تكون هو مش مؤهل ليها، وبالتالي بيتم رفضه والطفل بيبقى حالته النفسية صعبة جدا. هو طبعا يعني انا بحيي حضرتك على الفقره دي واختيار الموضوع ده بالذات، لانه هو زي ما حضرتك بتتكلمي كده في الفتره الاخيره بقى اقبال الناس على النوادي والرياضه بشكل متزايد، وفعلا اللي بيتم ان كل الانديه او كل الاكاديميات بتعمل اختبارات للاطفال او وده بيحطهم تحت ضغط نفسي، لان هو بيعتمد في التقييم على المهاره الحركيه فقط. تمام. ولكن زي ما حضرتك ذكرت كده، ان المهم جدا ان انا اشوف الاستعداد النفسي بتاع الطفل ده وقدرته على التعامل مع الفريق او الجماعه اللي حواليه. تمام. فاغلب الناس بتبقى بتتجاهل الجزء النفسي واحساس الطفل ان هو رايح بالشغف بتاعه على الرياضه وبعدين يلاقي رفض، بيعمل لنا مشاكل نفسيه سواء على المدى السريع او المدى البعيد. ايه اللي بيحصل؟ اشرح لي يا دكتور. يعني ايه اللي بيحصل في نفسيه الطفل في الوقت ده؟ طبعا الرفض او الطفل لما بيتحط قدام ان هو تنافس كبير وعاوز يجتازه، بيحط الطفل تحت ثقه في نفسه، بيهز ثقته في نفسه. بيهز ثقته في نفسه. طبعا. طيب وهل ده ممكن يسبب له يعني يتعقد بقى من الرياضه، ما يبقاش عنده القدره انه يدخل اي امتحانات تانية؟ طب وازاي أأهله؟ يعني أنا أأهله ازاي للرفض كمان قبل القبول؟ هو أنا قبل ما بأهله للرفض بأهله إن أنت رايح تمارس رياضة. والرياضة دي أنت بتعملها علشان تستمتع بحياتك وتتواجد في حياتك الثلاثة يعني على المستوى النفسي والجسدي بشكل كويس. تمام. ما بقاش الهدف التنافس. لكن في الآخر الأندية بتحول الموضوع ده كله لمنافسة، وزي ما حضرتك عارفة إن التنافس أحيانًا بيكون له أثر سلبي وأثر إيجابي. صحيح. وهي اعتقد هي كمان بتبقى راجعه للاهل، يعني الاهل لازم يكون عندهم لغه مهمه جدا، لغه حوار مع الطفل بانه احنا رايحين نجرب، واذا ما ظبطش بنلعب حاجه تانية ونشوف حاجه تانية، ما هياش نهايه الكون يعني. بالظبط. فاحنا زي ما حضرتك بتاكد كده، احنا بناكد على الاهالي بلاش الضغط على الاطفال في ممارسه رياضه محدده، خاصه لما بيكون السن صغير. لان طيب. هو طبعا الرياضه الجماعيه بتبقى محتاجة سن معين من الطفل صحيح يتأهل نفسيا انه يتعامل معاه. صحيح. في حالة الرفض يعني لو في أسرة كده في حالة الرفض، يعملوا ايه بقى مع الطفل؟ ومع طبعا الأهالي عاملين ضغط، يعملوا ايه مع الطفل علشان يقدر يكمل الرياضة في مجال آخر؟ ايه الجدول اللي المفروض يمشوا عليه؟ والله زي ما حضرتك بتتكلمي ان التركيز على الأهل أهم من الطفل.
لان الاهل اللي بيمارسوا ضغوط احيانا على اولادهم، صحيح، بالاضافه كمان للضغط اللي بيقع عليه الطفل لما بيطلب منه ان هو يعمل منافسه قدام جمهور او قدام حكام او ناس هو لسه ما يعرفهمش. ده لو الطفل كمان عنده مشكله من نوع القلق الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي شويه، ده بيزود الازمه بتاعته دي. فاحنا اكيد بنعرف الاهالي ان انت وانت بتقدم ابنك للرياضه عرفه انك حاول تبذل احسن ما عندك والنتيجه احنا متقبلينها. أكيد، وده الأهم والأفضل وصحة نفسية للكل، للبيت كله، للأهل وللطفل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد جبر، أستاذ مساعد الطفل النفسي جامعة الأزهر. الحقيقة الرياضة أكيد حاجة حلوة، بس إحنا لازم ناخد بالنا من ولادنا قوي في الحكاية دي، لأنه هو أنا مدخله رياضة مش بس عشان يبقى رياضي، لا، علشان حاجات كتير قوي حلوة، فأنا أحاول أساعده قد ما أقدر.